اختي ده انا ريقي جري، ما تيجوا نشوف الصعايده هيطبخوا لنا ايه. الحلو ايه النهارده؟ بقلاوه. يا حلاوه. امال يا ولي، كل ودعيلي. طب خش بينا على المجادير. كيلو دقيق، نص كيلو ميه، كيلو سمنه، 100 جرام زبده، كيلو نشا ابيض ابيض لازم يبقى ناعم، نص كيلو مكسرات وشويه ملح، هنحط دقيق ايوه في الطبق غوير وعليه الميه شوي شوي، وكمان السمنه والملح عليه، بالهداوة هنعجن بالاول يا غليه، تيجي تاني ونعجن ايوه بالجامد يا عليه، بالجامد قوي لحد ما تبقى عجينه طريه، نقطعها دواير دواير ونضيف عليه النشا الناعم ونسيبه ساعه. ودينا عملنا العجينه يا اخوي، كمل. هتجيب العجينه بالصينيه افرديه، بمكسرات احشيه، بالزبده سقيه على وشه اسقيه، واديه زبده اديه في الفرن دخليه، والنار عليها عليه لحد ما تستوي، ونطلعها من الفرن ونسقيها بالشربات. طب قول على مجاديره يا اخوي. كيلو سكر، نص كيلو ميه، وعسل جلوكوز كده 100 100، هنغليه ونسيبه يبرد، وبعد كده نسقي بيه البقلاوه. يا حلاوه. بقلاوه بقلاوه بقلاوه، عيون حبيبي مليانه شقاوه، بقلاوه بقلاوه بقلاوه، عيون حبيبي مليانه شقاوه، بقلاوه بقلاوه بقلاوه، عيون حبيبي مليانه شقاوه، بقلاوه بقلاوه بقلاوه، عيون حبيبي مليانه شقاوه.